ديدي الكارتون ديدين كانون سيز. هو الناس اللي ما كتعرفوش هذا رابر عند جيران. شاف الراب المغربي شي شويه محرك مؤخرا قال اش غندير ما ندير حتى هاد البوست. فيتنام وتونس المغرب اوغندا اندورا زيمبابوي جيبوتي بوتسوانا. الناس كتستدل بالتاريخ كتستدل بالكتوبه كتستدل بالمؤرخين وهو جاي كيستدل بالرسوم المتحركه. هو كارطون ولا ماشي كارطون؟ بالحق عجبني فيه الطون عجبني فيه الطون بي واللي بقوت ما جرحلو المشاعر. ناض ديدين كارطون ماسك عليه الكومونتير. بون طون بي قال لي مزيان ملي سبيستون معاكم راه كانت غير هي اللي مازال ما ضحكات عليكم. المخيات مع المخيات نورمال. المهم حتى اللي مازال ما عرف هاد ديدي الكارطون هذا راه من داك النوع اللي ملي كيشوف ارا الناس سيدي خريطه مغربنا الحبيب هذا من داك النوع اللي ملي كيشوفها كيسلط راسو مع الحيط. طنجرح ليه المشاعر نض مسكالي الكومونتير ديالو ضعف الشخصيه جايب اخبار زائفه نورمال ما يكونش عنده الثقه في. المهم خونا ما بردتلوش نطلع هو في لايف كاع ايوا سبنا حنا عارفينو كارطون نتصب حتى ولاد بلاد الحاصل خونا خاصو يسلط راسو مع الحيط. سبحان الله الجزائريين او بالمعنى الاحرى الكراغيله راضعين من نفس البلاصه الحقد على المغرب بجميعهم كبيرهم وصغيرهم حقد فابور كيبارطاجيوه فابور. دابا انت كتغني الراب اش جابك لهاد الهم هذا؟ خليك عارف الموسيقى ديالك عطي على عندك شي ناس كيسمعوا لك في ديك الزريبه عطيهم الموسيقى يسمعوها اش دخلك دابا انت كتبيكي على المغاربه؟ ولكن انا فاهم مالو شنو باغي عارف بان راه بزاف ديال الناس ولاو فاهمين شنو واقع في الجزائر. الا بغيتي تستافد بغيتي ميمي في الجزائر استهدف المغرب بين الحقد ديالك على المغاربه للكبرانات باش تاكل وتشرب معاهم. راه في هاد الضربة ديال الخريطة ديال المملكة المغربية راه شفت معارضين مشاو مع النظام وتا هما كيهضروا على الخريطة وعلاش المغاربة داروا الخريطة هادو معارضين للنظام الجزائري وتا هما دخلوا في هاد اللعب وكتحس بهم مكرهوش يوليو في الصف ديال الكبرانات باش ياكلوا ويشربوا. عرفوا كاين الكاميلا تما عرفوا بأن أموال كبيرة كتوزع على أي واحد يدعم الملف ديالهم ويقول عاش بيلي زيرو. من بعد ما كانوا دوك المعارضين كيأكدوا بأن سبب المعيشة المزرية اللي كيعيشها الشعب والفقر ديال الشعب الجزائري هو هاد بيلي زيرو الأموال اللي كتنفق عليهم بدون اي نتيجه وما مستافدين من وراها والو. المغرب استرجع الاراضي ديالو وهما ربحوا دوك المحتجزين اللي شادينهم في مخيمات القياطن والعجاج. حتى هما سمعنا بعض المعارضين حتى هما مشاو مع النظام وخدام حتى هما كيهضروا على الخريطه واحد الموضوع اللي بعيد كل البعد. وهو مثل حي قدامنا مغني ديال الراب اش جابك لهذا الشيء السياسي؟ والاشكال هو انك مطيح براسك ومطيح ديك البلاد كامله وجايب سبيس تون اش داك ابوا صافي. ولكن بلاد جايبه دومير طبيب بيطري كيدير بحث على التاريخ وكيجيب لهم التاريخ وكنا ومقاومين وطلعنا وهبط طبيب بيطري وكيبيع عدوى البرغوت والقمل جمايه ولا كيفهم في التاريخ وكيدير حلقات وكذا وانما وكيجيبوه في قنوات ديالهم وكيشرح التاريخ ديالهم وكنا كنطلعوا كنهبطوا والله اكبر ودرنا غزوات يا ودي دير عقلك تسير بيع دوال القمل ودوال البرغوت بسخوط الوالدين. عادي تشوف هذا الشيء في الجزائر عادي كلشي كيفهم تما كلشي من هنا لهنا ما كاين عنقز. حنا شفنا مقلش الودنين عطاوه مدير ديال المطار الهواري بو خروبه يا بو ودنين اش من دراسه عاد واش من قرايه يقرا واش من سطاج دوز واش نيشان المدير العام باش عرف البلاد كلها مروبله كلها. ودابا عرفوا ميمي في كاين بين الحقد ديالك على المغرب اتولي حبيب الكبرانات وكل وشرب حتى يبانوا والديك. ولكن الدوله ديال الكارطون راه كتستعن بالكارطون ما عندك ما دير. فنكملوا في الفقره ديال البكائيات والشكائيات مع الروبي وصديقنا والو ولا حلف هو اللي يقولنا واش هو من فصيله الكراغيله ولا من فصيله الفرنسيس. المهم المسلسل ديال البكائيات والشكائيات باقي مستمر والله يخليكم لينا ارى البكا والشكا عاوتاني. كيف العاده فرقع عليا ديك لايك وشد الصف راه عمي عبد المجيد محاضر معنا. القرار الهزيل إن صح التعبير لاتحاد قاري أصبح يميل كل الميل وينحاز كل الانحياز للطرف المغربي ضاربا أخلاقيات كرة القدم وقوانينه أيضا عرضة الحائط ومؤكدا للمرة المليون أنه اتحاد مختطف وغير قادر حتى على إصدار قرارات حيادية سيادية. الكاف يعلن هزيمة اتحاد العاصمة على البساط في لقاء الإياب مع إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ عقوبات إضافية محتملة. فريد معطاوي الكاف مرة أخرى تدوس على القوانين تعاقب الاتحاد حاضر أو غائب ضاربة عرض الحائط لوائحها ولوائح الفيفا والطاس وكل الهيئات القانونية عرض الحائط وتواصل تعنتها وتواطؤها الفاضح للجامعة المغربية. ما الذي يمكن قوله فريد اليوم إضافة على ما قلناه في أعداد سابقة؟ علاقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم واتحاد العاصمة بالكهف اليوم هي علاقة عضوية أيضا. يجب يعني اليوم الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وإدارة اتحاد العاصمة
لا تنتظر أي شيء من الكهف سوى تلك المراسلة التي توضح فيها بالتفصيل كيفية اعتمادها على اتخاذ هذا القرار أو ذاك، لأنه في نهاية المطاف اليوم الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم اتجهت إلى الطاس، وعندما نتجه إلى أي محكمة نحن نذهب إلى تأسيس ذلك الملف الذي يؤهلنا لتأسيس القضية بمعطيات قانونية جد مفصلة. لذلك نحن لا ننتظر أي شيء من قرارات الكهف سوى إعطائنا تلك القوانين التي استندت عليها، وهي تحكم لنهضة بركان بالفوز بالمباراتين ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة. لذلك لا دهشة في قرارات الكاف، نحن نؤكد بأننا ننتظر من هذه الهيئة القارية أن تمدنا بما يخدمنا في تكوين ذلك الملف للذهاب به إلى المحكمة الرياضية والفصل في هذه القضية. الأكيد أن فوز الاتحاد من عدمه لا يتوقف على 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 اعتمادنا على هذه القضية، لأننا اليوم فتحنا مثل ما قلنا في الحصة الماضية فتحنا جبهة قانونية مع هذه الهيئة الجائرة المختطفة، ونحن لا نريد شيء من الكهف سوى تزويدنا بكل تلك المعطيات القانونية حتى يكون الملف الذي نتقدم به مؤسس بطريقة جد قانونية. للتذكير فقط وللتعريف لكي لا يذهب الجمهور الرياضي، لأنه في نهاية المطاف هذه الحصص الرياضية التي نصورها هي ثقافة عامة لكل هؤلاء. هيئة الطاس يا عماد هي هيئة مستقلة تأسست في 1984، تضم حوالي 300 حكم من مختلف الجنسيات، وتضم إلى حد الآن 80 دولة من مختلف القارات. هذه الهيئة تمتلك صفة قانونية مثل المحاكم المدنية، قراراتها ملزمة وغير قابلة للطعن. لذلك نحن عندما نحتكم إلى أي خلاف في قضية رياضية نعود إلى هؤلاء الحكام. طريقة عمل هذه الهيئة هناك طريقتين، إما أن نحتكم إلى حكم واحد يكون بمثابة القاضي الفاصل أو ثلاثة حكام. قضية الاتحاد ذهبنا فيها إلى تعيين حكم واحد وهو القاضي الذي يعلن على 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 الحكم النهائي بالنسبة لهذه القضية. قانونا الهيئة تصدر قوانينها وفق قانون داخلي تم سنه منذ سنوات، يمتد دراسة والإعلان على الحكم بين 6 أشهر وعام، لكن في القضايا الاستعجالية لم يحدد القانون مدة إصدار الحكم. لذلك نحن اليوم أمام إشكال قانوني حتى في الطاس. لماذا؟ لأن هيئة الكهف ذهبت وسارعت في تحديد تاريخي النهائي بين الزمالك ونهضة بركان أظن 12 و 18 أو 19. لذلك على الفاف 13 و 19. المهم على الفاف ان تلزم الطاس بضروره الاسراع في الاعلان على الحكم سواء لنا او ضدنا لا يهم الامر، لان في نهايه المطاف نحن لا ننتظر الكثير من هذا الحكم على الناحيه الرياضيه. اليوم الهيئة لماذا لا ننتظر الكثير؟ نحن حاربنا وأسسنا جيش من المحامين وما إلى ذلك، ثم لا يهمنا قرار طاس. لا يهمنا قرار طاس لأن الأمور وهي في 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 عجالة، لا تستطيع. ربما اليوم الطاس سوف تراسل الكاف والكاف سوف ترد على الطاس، وما دام الكاف مختطف سوف ربما يتأخر في الرد على الطاس إلى غاية أن تنطلق على الأقل يلعب بالوقت على الأقل تنطلق ينطلق لقاء الذهاب النهائي في الكاف. لذلك نحن عندما رفعنا هذه القضية إلى الطاس نحن اليوم طوينا ملف السكوت وطوينا ملف الخلوع
وطوينا ملف لا يجب أن نتحدث ولا يجب أن نندد وما إلى ذلك من تلك الأسطوانات الكثيرة والمتعددة والمختلفة والمتنوعة التي كنا نسمعها هنا في الجزائر، ولا أتحدث على بقية الدول الإفريقية. كنا هنا في الجزائر لم نتحد بعد حول قضية معينة، وهي ضرورة التنديد بالحجرة الإفريقية تجاه الكرة الجزائرية. اليوم بعدما قطعنا هذا الشوط وطوينا هذه الصفحة، اليوم فتحنا جبهة مع هذه الهيئة. كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف سوف يضعون الجزائر صوب أعينهم في قادم الاستحقاقات. وعندما أتحدث على هذا الأمر حتى لا يفهمنا ربما ضعاف الفهم، أنا لم أتحدث ولن أتحدث على ضرورة أن بقية الفرق الجزائرية أو المنتخب الوطني سوف تسلط عليه عقوبات من الكاف انطلاقا من قضية الاتحاد. أبدا، نحن لم نتحدث بهذا المنطق يا عماد. أنا قلت بأننا ما دمنا فتحنا جبهة الصراع القانوني مع الكاف لننتظر الويلين، ليس من منطلق أننا سوف تسلط علينا عقوبات. أبدا، سوف تنتظرنا هذه الهيئة ومكتبها التنفيذي المختطف في أول منعرج لأي ممثل جزائري سواء المنتخب أو الأندية الجزائرية، وسوف يتلاعبون بالقوانين. ليس هذه المرة الأقمصة والخرائط الوهمية، سوف يتلاعبون معنا مثلما تلاعبوا خلال السنتين الأخيرتين أو الثلاث سنوات الأخيرة. عندما يضعون لك حكم غير نزيه لن تستطيع الذهاب إلى الطاس. صح. وسوف تنهزم وتقصى بطرق رياضية غير نزيهة. هذا ما كنت يعني أركز عليه في كل التدخلات. شوف أنه سواء نهضت بركان ولا الجامعة المغربية لكرة القدم، ما تشوفش أنه تفاجئوا أنه القضية كبرت لهذا الحد؟ ما كانوش يعني يشوفوا أنه الاتحاد والاتحاد الجزائري سوف يذهبون بالقضية للطاس، ويعني بالعامية تكبر القضية وتصبح في أروقة الطاس بدل الاتحاد الافريقي ولجنة المنازعات والطاعون وما إلى ذلك. سيتفاجؤون أيضا زميلي عماد عندما تحكم الطاس في صالح اتحاد العاصمة، عندما تؤكد الطاس أن قميص الذي تم ارتداؤه من لاعبي نهضة بركان هو قميص يحمل لشعارات سياسية. ولكن زميلي عماد، من بين الأمور يعني الغريبة التي تحدث في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عندما تشاهد كل قضايا الطاس التي يعني المتنازع عليها هي كلها من إفريقيا. اتحاد إفريقيا، أعطيني صورة جمال. هي كلها من إفريقيا، وهذا ما يعني شاهدناه في هذه الصورة. كان ندور فيديو ديال اليوم كيف العادة، ما تنساوش لايك ومن الرأي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.